بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين دراجي مسلماني دراجي سيوستري إبراتي يا غاز بزرافليايوس ميسس رمضان جلايو أت الله سبحانه وتعالى شؤن برين في سيفاش دياني إناش دياني شبي الله سبحانه وتعالى بين لدناني دافولني يا غاز جلايوس إلوبفي إخواني وأخواتي أحبائي وأعزائي أهل صراطف أيها المسلمون والمسلمات في كل أنحاء العالم بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي قال الله تعالى في محكم التنزيل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبمناسبة هذا الشهر الكريم أهنئكم بقيام شهر رمضان المبارك وفقكم الله في صيامه وقيامه واكرمكم الله بمغفرته ورضوانه ومتعكم الله بالصحه والسعاده والسلامه وكل عام وانتم وان جميع المسلمين بخير شيخ خير شيخ سور مسلمون je vous félicite et je vous souhaite un très bon ramadan ce mois sacré et je vous souhaite que le grand dieu vous pardonne et le grand Dieu vous donne tous ses bénéfices et qu'il accepte tous vos efforts du mois de du mois sacré du ramadan parce que c'est un mois que Dieu prenne et, et augmente le, le bénéfice et augmente le travail de chaque musulman. C'est pour cela que je voulais vous souhaiter un très bon ramadan.

أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم